حياكم الله مشاهدينا وين ما كنتوا، ارحب فيكم بحلقه جديده من مشوار. مشوارنا اليوم مختلف، مشوارنا راح يكون لمحبي السرعه. حياكم الله مشاهدينا، حياك الله فهد، مسي عليك بالخير وكل عام وانت بخير ومبارك عليك الشهر. كل عام وانت بخير وصحة وسلامة علينا وعليك، تبارك ان شاء الله، والله يعطيكم العافية وعساكم على القوة. حبيبي الله يسلمك يا فهد، شلونك مع رمضان واجواء رمضان؟ والله رمضان نحاول نخفف كثر ما نقدر، نستغل الشهر هذا ونسوي رجيم فيه. مو رمضان يا انك تسوي رجيم وتنزل، يا انك راح تفتح وتروح وتزيد. مو هذا احنا ذابحنا البنتو كله شكر. ويت عليه الجيمات، صب القفشه، الحلويات بانواعها. صاد والله صاد. والسرعه، السرعه برمضان قبل الفطور بخمس دقائق، العموم يصير مشوارنا تصير سباقات. طبعا شوف الجاي بيلحق على الفطور. اكيد اكيد. انت تلقى في واحد متاخر طالع ماخذ وياه قلاص اللبن وشم تمره، خوفك ما يصيد الاذان على طول وياه بالسياره. لا هذه ما فيها سيفتي، ما فيها امانها. طبعا نتمنى السلامه للجميع، واليوم حلقتنا راح تكون مع فهد عن سباقات السرعه، عن الدراج، عن امور كثيره فهد. لكن بدايه اذا برجع وياك فهد، من متى انت في هذا المجال؟ يعني اذا بنتكلم بهالمجال هذا، مجال الدرج بروحه اقدر اقول لك سنتين الدرج بس. مجال السيارات، مجال السيارات انا يعني شغله صارت بالفطره من وانا صغير وانا احب السيارات. حلو. فنميت الهوايه هذه تقدر تقول من 2002 2003. ممتاز. وبلشت معاي لغايه 2012، انضميت حق نادي الكورفت. حلو. صارت في البدايه تجمعات نادي الكورفت وطلعات، صارت سفرات حق البحرين، اندش السيركت والحلبة. حلو. لين قمت أشوف ميولي وين بالضبط، أنا بالحلبة ولا أنا بالدرج. يعني جربت الاثنين. إيه جربت الاثنين. حلو. لقيت نفسي لا والله بالدرج. بالدرج. إيه. قبل أتكلم على الدرج، خلنا على السيركت. حلو. إيش كثر استمريت فيه؟ عبارة عن شنو حق اللي ما يعرف شنو السيركت؟ شوف السيركت كأنك أنت بالشارع بس بمكان آمن، لفات. ستريت لاين. حلو. مكان هذا الكوع كسره قويه، الكوع الثاني لا تتجاوز، فبس وين بمكان في امن وسلام. وشنو نوعيه السباق؟ افضل زمن. افضل زمن، افضل زمن. يعني يسمونه تايم اتاك مثلا. حلو. منو افضل زمن؟ والله فهد ياب دقيقه و12 ثانيه. ممتاز. عبد الله ياب دقيقه و10 ثواني. لا والله فهد احسن من جسمه عبد الله. ودشيت سباقات فيها؟ دشيت سباقات واحرزت مراكز. لا بالسيركت لا للامانه لا، سيارتي ما كنت توني مبلش والسياره ما كانت جاهزه حق السيركت. حلو. في لها تجهيزات خاصه؟ طبعا اكيد اكيد. سياره بالسيركت تتعب وايد وتحتار وايد، فتحتاج تبريد. اوكي. كولر ثاني، كولر اكبر، راديتر اكبر، بركات اكبر، فتحت مجال ثاني. قصه اكيد. فشفت نفسي لا والله انا ما ابي اروح حق المجال هذا، خل اروح حق مجال السرعه اللي هو من 0 ل 40. 0 400 كم زمن تقطعها؟ ها انتقلت من السيركت للدراج. للدراج بالضبط. 0 400. 0 400. حلو. متى هذا كان؟ هذا ما اقول لك العام، اول العام بلشت. ممتاز. كان كبدايه كانت ان دشيت ويا ربعي وهم اوريدي سايرهم جاهزه. حلو. من رول كيج، من ويل بار، من سيفتي حق السياره. ممتاز. دخلت سيارتي لقيت اني انا انافس، يعني كمنافسه، يعني كبدايه منافسه. حلو. قمت اعدل على سيارتي شويه، ها لا نبي سوبر تشارج، اي ها لا غاز، لا شويه الوضع شفت وناسه، السياره قام يصعد الهورس باور، وقمت انافس اكثر. كل ما تصعد بالحصان كل ما تنافس اكثر. كم يوصل؟ والله اخر شيء وصلت له 700 وها 700 حصان. 700 حصان. طبعا هذه الحين كل ما تصعد بالحصان السياره تصير تعبك بالشارع، ما تقدر تمشي فيها، فصارت خلاص
اصعدها على السطح وتروح واروح البحرين. مع ان هي سياره شارع. هي سياره شارع فعلا، يعني مو نفس ملوت الدراج اللي ما يمشوا بالشارع. لا هذاك شوف كل ما تزيد الحصنه اي وتكسر الزمن بالحلبة لازم يطلبوا منك شغلات سيفتي. مثال دام ان انا فوق العشر ثواني ما يطلبوا مني رول كيج. دام انك انت فوق العشر ثواني، فوق العشر ثواني عشان كذي ما فيها رول كيج. بالضبط. اقل اقل خلاص من تكسر العشر ثواني راح يقول لك تعال يبا يونك الامن والسلامه عندهم. حلو. يقول لك انت ما تطابق مواصفات الامن والسلامه، رجاء تطلع برا وانك تركب رول كيج. فتضطر انك تركب رول كيج، بس انا بالعشر ثواني اي فمو محتاج رول كيج. انزين انت مو محتاج الرول كيج، لكن محتاج شغلات الامن والسلامه. اكيد. وفيها اكيد. فشنو هي؟ خلينا نتكلم. طبعا فيها. شوف اول شيء اللي هذا الشيء ما في مجال انك انت تنساه او انك تبعد عنه اللي هو الخوذه. الخوذه لازم؟ الخوذه شيء اجباري. سباقات. بالضبط، يعني من الدش ناس خوذتي. لا ما فيها طق فوق تحت. هو يشوفك من يشوف. انا ساعات تلقاني انا ناسي الحين لاهي فحط الخوذه يمي. حلو. فمن اكون لاهي وكذي فادش على طول ياشر لي يقول لي وين الخوذه، اقول له اوكي فالبسها. فيعني حتى مره يعني مره من المرات لبست الخوذه صح. حلو. ما سكرتها. انتبه علي الحكم مرات السيفتي واقفين. انت لابسها بس ما سكرتها. شو ولا وقف قال لي ستوب وقف. قال لي سكرها عدل، وقفوا السباق. قال لي سكرها عدل. حلو. ودش. هذا شغله من الامن والسلامه. في اشياء ثانيه صح؟ الحزام. حلو. انا لا ابي اتكلم فيهم باستفاضه اكثر. حلو. لكن ورا الفاصل. حبيبي. حياكم الله مره اخرى مستمرين معاكم. فتكلمنا قبل الفاصل على امور الامن والسلامه. وتكلمنا بس على الخوذة، لكن هي في أشياء وايد. شوف إذا أنا بكلمك عن شغلات السلامة اللي موجودة بالسيارة راح أضيعك. إي لا راح أقول لك شوي بار أمامي وشوي بار خلفي. إي الكلمات راح تضيع. بس هي شغلات موجودة بهيئة السيارة. حلو. يعني السيارة هي مو يعني عيب فيها، عيب مصنعي، بس السيارة من يصعد الهورس باور. احنا ما صممنا السيارة هذه ان تكون تتحمل 700 حصان على هيئة وكالة. لا، قمنا نطلب شغلات من امريكا عشان نعدل عليها، عشان تتحمل انه والله السيارة. اي بالضبط. ترى انت لما تسولف عن 700 حصان ترى مو شوية. بالضبط. ف 700 حصان لازم نعدل على السيارة، فنضطر ان نعدل عليها وكثر ما نقدر نعدل عليها اساس ان تكون يعني امنة. عدل. ان السيارة انا لما اكون ورا السكان غير الحزام. بالضبط. الحزام حزام طيارة الحين. يعني انا اشوفه مو حزام. صح. بالضبط. غير 5 بوينت سيت بيلت وتقعد كذي بالطيارة وخلاص مسموح، يعني قاعد كذي ما تقدر لازم تتلبس. بس ولا مع الخوذة وين تتلبس؟ بالضبط بالضبط. حلو. الحين يعني كل هذا فهد من اول ما بلشت قط فلوس. صح. رياضه تمشي وكثر ما تقط لازم تقط بعد زياده، لان تطلع لك شغلات جديده لازم اذا بتنافس وتحرز مراكز. مو متحسف ليش دشيت في المجال؟ والله شوف مو متحسف. لا لان الشغل يعني لا تقول لي كل هوايه تكلف. تكلف. اقل هوايه لو بقول لك البولينج بتشتري كوره وبتفصل الكوره على اصابعك. مو مالك شكلك تلعب بولينج. لا والله ما العب. بس يعني سهل كم واحد من الرابعه. حلو. فيعني ما في هوايه ما تكلف. في هوايه حداد تشتري طراد تشتري خيوط. كل هوايه كل هوايه بتقطع عليها. فانا بهالمجال هذا انا حابه من وانا صغير. حلو. فخلاص حبيته زياده اتوقع بعد عقب ما انجزت فيه بعد. بالضبط بالضبط. يعني كلمنا على انجازاتك. شوف ولله الحمد ولله الحمد الموسم اللي طاف هذا قدرت اني اصعد منصه. كان انا طموحي اني اوصل حق انافس على الدوري 8 او كبدايه. ها اوصل حق دوري 16 ولا ما اوصل؟ 32 سياره سيارة قويه تخرع يعني تدق سلف طالع السياره وادق سياره السلف. يا جماعه سيارتي صوتها ناعم بالنسبه لهم. بالنسبه لهم. اي فلا والله قمت انافس وقمت انزل حق دوري 8 نزلت حق دوري 4. لا والله قمت اصعد منصه. بس يوم شفت المنصه ولقيت الكاس ولقيت التكريم هني انا عرفت اللي قلت والله تعبي ما راح الفاضي. إيه؟ وهذا بالكويت فهد ولا برا؟ لا بالبحرين. بالبحرين. احنا الحين شوف حاليا احنا ما عندنا حلبة. حاليا ما عندنا حلبه. ان شاء الله باذن الله جايين. اي وين تتدربون؟ تدريب ماكو. ما عندنا. انت درب اخذها وروح. اخذها وروح جرب سيارتك هناك وتدرب عليها وفوز ورد. بالضبط.
الكويت الكويتيين بالذات ما يتعطل الكويتي. حبيبي شنو عندك؟ شوازن يلا طلعنا، يلا حداق يلا طلعنا، ومبدعين. صباقين احنا صباقين ولله الحمد. الحمد لله. ايضا كان في لك مجال اخر غير السباقات غير السيركت غير الدرج اللي هو المعارض بالضبط، وشاركت ايضا في معارض. شاركت بمعارض، تكلمنا عنه. شاركت، شوف انا البادي كيت اول شيء كبدايه ما كانت كسباقات، كانت كشو. حلو. فصارت السياره كشو، قلنا شنو نطلب شنو نسوي شنو مع نادي كورفت. مع نادي الكورفت. حلو. ها شباب قالوا والله في بادي كيت بالمانيا موجود تطلبه وهذا هو التوب. لهم يلا نطلبه. كم قيمته؟ شيء ماني قايل لك اقول لك قيمته كم، بس يعني على اساس انه كاربون فايبر. حلو. الشيء غاليه. عطنا واحد، جيب واحد كاربون فايبر. واحد كاربون فايبر والله ويوصل بالطياره يعني. حلو. حتى مو بشحن، بقول لك بشاحنه شو اسمه يعني مثلا بشحن لونج شيبينج. طياره وزنه 18 كيلو، اربع مداقر كبوت، هذا اللي تشوفه وزنه 18 كيلو. طلع. بالضبط. حلو. يا اهل عمره 6 سنوات ما شاء الله. ايوه تصدق. بالضبط. فطلبته. طلبت. شاركت في معارض. قمت اشارك فيه، ما شاء الله يعني الحمد لله. الحمد لله قمت اخذ دائما المركز الاول على اجمل سياره معدلها. حلو. لا ما في وايد معدلين على سيارتهم، وقط مبلغ كبير فقطينا عليها على المعارض وكذي، فالحمد لله كانت دائما من المراكز الاولى. ما شاء الله. بس الحين عقب ما اتجهت للدراج والسرعه وخرتك على المعارض. وخرتني على المعارض لان خلاص صرت يعني ما يمديني انا تقطع على يعني مثلا مجال الشو يحتاج انك انت تقعد تبولش السياره وتلمع السياره وما تداري بالك على الماكينه. بس لا، الدراج يبي تحسب حسابك حق الماكينه. ها لا والله اليوم زدت بنزين، لا والله اليوم نقصت البنزين، وزن السياره ايش كثر صار اليوم، تلقى ناس اغراض حاطه اغراض، فحسبه ولويه وعفسه وايد. يعني انت الحين سيركت يبي لها قصه، السباقات قصه، والمعارض شو؟ لا صفان. والحين انت خلاص انا ثابت على الدرج وان شاء الله خلاص على الدرج. انا شفت نفسي فيها يعني. وربي يوفقك ان شاء الله بعد عمري باي سباق قادم ان شاء الله. شكرا. مو بس انك مجرد تصعد منصه، لا ان شاء الله دائما الاول من نصيبك. تسلم. كل الشكر لك يا فهد على وجودك معنا في مشوار، وان شاء الله مشوارك يكون دائما حافل بالانجازات. شكرا. شكرا حبيبي. شكر لكم على مشاهدتكم، نشوفكم بهالغيايه من مشوار. الى اللقاء.